الأوراق النقدية وموسيقى المنشار اليدوي وتولوبا كبير الأذنين وأكروبات حوض الاستحمام، كل هذا في جولتنا هذا الأسبوع مع غادة ناصف من بي بي سي. أقدم لكم تولوبا الفيل الوليد بحديقة حيوان فيينا. وتولوبا كما يبدو فيل سعيد، فبعد طول انتظار وتصويت واتخاذ قرار حصل على الاسم المناسب له. تولوبا. تولوبا يا. الحديقة أجرت تصويتا نادرا لاختيار اسم للفيل الصغير، والاختيار كان بين شامبي أي القائد، ورادي أي الرعد، أو تولوبا أي كبير الأذنين، وواضح أن لتولوبا حظا كبيرا من اسمه. إنهم يحرقون أوراق النقدية، ولكن مهلا فهي غير حقيقية. فهذا هو شهر الأشباح في التراث التايواني، وعليهم إرضاء الأرواح. في العادة يحرقون أوراق النقدية مصورة ويشعلون البخور. هذا العام اقترح المسؤولون للحفاظ على البيئة إشباع شهية الأرواح. 6 مخابز عمدت إلى صنع أوراق النقدية من المخبوزات والكعك المغطى بطبقة من المانجو. أما أعواد البخور فصنعت من السباجيتي المغطى بالشوكولاتة. فليهنأ المسؤولون إذن بخفض الانبعاثات الكربونية، ولتهنأ الأرواح بوجبة شهية مجانية. حفل يبدو تقليديا للموسيقى الكلاسيكية، النغمات تنساب بين أنامل العازفين، لكن صوتها يبدو غريبا على آذان السامعين. لا عجب، فالآلات ليست سوى منشار يدوي، والحفل هو مهرجان نيويورك لموسيقى المنشار في دورته 8. أكثر من 50 عازفا شاركوا في المهرجان، ولعل أفضل شعار له هو أخرج أدواتك ربما تخرج نغماتك. موسيقى وأكروبات وفقرات كوميدية، وكل هذا داخل حوض استحمام، ولكن طبعا فوق خشبة المسرح. العرض بدأ في اسكتلندا قبل أعوام باستخدام حوض واحد، وتطور في ألمانيا إلى استخدام عدة أحواض. مبهر وشيق ربما، الأكيد أنه عرض ينعش المشاهدين.